كل أجواء عسير الساحرة والخلابة تبرز قصة جديدة تحتضنها جبال منطقة عسير، قصة هذا الشاب السعودي الذي اختار الطبيعة لتكون له مأوى ومسكن. صباح جديد بالنسبة لهذا الرجل بعد أن قضى أياما وليالي بين هذه الجبال. عيسى يأكل هنا من صنع يده، واختار أن يكون هنا وحيدا بعيدا عن المدينة والمنازل الاعتيادية. أنا قاعد أعيش حياتي اللي أنا أشوف أني يعني استجميت معها، أستمتع فيها الحمد لله. يعني أنا أحب الطبيعة، يعني أنا شفت الشجر، شفت سمعت صوت العصافير، أحس أني أنتمي للمكان هذا. يعني أكره جو المدينة، أصوات المدينة هذه، أحاول أني أهرب منها قد ما أقدر. عيسى، أنت خلفك سر؟ والله هو مو سر يعني، بس ممكن يعني نمط عيشتي الآن يعني مرتبط بأني أنا عشت يعني يتيم، فكانت طلعاتي قليلة جدا، يعني ما كنت أقدر أطلع وأروح أجي، يعني كنت دايم في البيت. فممكن لما كبرت يعني حبيت أني أعوض اللي فات، فأني أعيش برا قد ما أقدر يعني لين أطفش، يعني وإن شاء الله ما أطفش يعني، لأني أنا مبسوط باللي أنا قاعد أسويه. باقي ما تزوجت ليش؟ والله يعني الزواج جميل يعني، بس لما تسمع من الشباب أنه أنت بتتزوج، والله بتتزوج ما تطلع، والله ما تروح، والله فتبدأ تصطدم بالأفكار هذه. فيعني لو لقيت واحدة يعني على توجهي أنا وعلى أفكاري وإنسانة شقردية يعني تطلع تروح تجي عادي، العزبة أنا بطبخ وأنا بأغسل وأنا، بس أهم شيء أنها تكون تحب تطلع. أنت تنظف تطبخ وكل شيء؟ أنا أسوي كل شيء ما في مشكلة، بس هي تطلع، بس لأن غالبيتهم يحبون يجلسون في البيت يعني، فأنت ما تبغى تصطدم مع واحدة توجهها غير توجهك. وهذه رسالة موجهة من عيسى إلى أي بنت شقردية ربما تكون شريكته في الحياة. يا لا 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 لا. يا مزينف أطلب ما تريد إلا العتاب، نظمت فيك الشعر ما لحن جديد إلا شدا، والله ما قلب يحب إلا وقع فيها غيرة. تسمع صوته الشجيء من بين الضباب، هكذا يقضي عيسى وقته. أما قراءة الكتب فلها وقت وطقوس مختلفة. يعني زي الأجواء هذه هي اللي تجبرك أنك تطلع من البيت، لو أنك جالس في البيت في وسط المدينة ما راح تستمتع بالمنظر هذا، يعني الطبيعة والضباب ورذاذ المطر. فزي هذه الأجواء تخليني غصب أني أغادر المدينة وأستمتع بالطبيعة قد ما أقدر، يعني أحاول أستغل كل لحظة. متغير علينا من فترة طويلة، يحب يطلع الحالة ويجلس الحالة ويطبخ الحالة ويتكي الحالة، يعني نادرا ما نحصله. وتبقى قصة هذا الرجل جذبة لمحبي التخييم والبعد عن صخب المدن، حيث قضيت أنا هنا وقتا ممتعا بين جبال سيدة الضباب. خلف الخلف، MBC، أبها.